رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل العبرانيين، الإصحاح الرابع. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي، مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم. لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخلوا راحتي. فإذ بقي أن قوم يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان، يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، إذ بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فإذ لنا رئيس كهن عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهن غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. الإصحاح ده بيقدم لنا صورة أخرى ورمز آخر من العهد القديم، وهو يشوع. يشوع دائما يرمز إلى الراحة، وبيحاول يشرح لنا هنا أن السيد المسيح هو سر الراحة الحقيقية. عايز أحط قدامك في الإصحاح ده تقسيم جميل في أربع كلمات. في العدد واحد يقول فلنخف، وفي عدد 11 يقول فلنجتهد، وفي عدد 14 يقول فلنتمسك بالإقرار، وفي آخر عدد 16 فلنتقدم. خد بالك من التسلسل ده، فلنخف مخافة الله في حياة الإنسان، وبعدين فلنجتهد الجهاد الروحي في حياة كل واحد، نجتهد عشان نوصل لغاية مكان الراحة، وبعدين يحدد قدامنا فلنتمسك بالإقرار، نتمسك بإيماننا، بإقرار إيماننا، نتمسك بعمل المسيح في حياتنا، ومن خلال عمل المسيح آخر كلمة فلنتقدم بثقة. الإيمان يعطي ثقة في حياة الإنسان، ولما الإنسان يمتلئ قلبه بالإيمان يجد رحمة ويجد نعمة عند الله باستمرار. طبعا الآية الأكثر شهرة هي الآية رقم 12، ودي آية مشهورة لأنها بتشرح لنا عمل كلمة الله في الإنسان. خد بالك خمس أفعال رئيسية. أول حاجة كلمة الله حية تعطي حياة، فعالة تعطي طاقة، أمضى من كل سيف ذي حدين. أمضى يعني حادة، يعني كلمة تستطيع أن تفصل بين الظلمة والنور، بين الجيد والرديء. أمضى يعني حادة. نمرة 4 خارقة يعني تدخل إلى أعماق الإنسان، مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، يعني لغاية جوة العظم بتوصل تأثير. والحاجة الخامسة أنها مميزة أفكار القلب ونيات،
بتقدر تعلمك روح الإفراز، تفرز الجيد من الرديء، تفرز الخير من الشر، تفرز النور من الظلمة، وهكذا في حياة الإنسان. الآية دي مهمة خالص، والشاهد بتاعها 4:12 في رسالة العبرانيين. ربنا معكم.